ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا دايما في احسن حال. اللي ما يعرفنيش لسه، انا ميادة سمك، منشأ محتوى تعليمي خاص بالسوشيال ميديا وبرامج المونتاج. النهارده هتكلم معاكم عن حاجه تخص قنوات اليوتيوب ومشاكل دايما بيقع فيها منشئ المحتوى في قنوات اليوتيوب، وهي المشكلتين دول دايما بيوقعهم في حتة ان هما يرجعوا لنقطة الصفر تاني. اول مشكلة، وهي ان القناة بعد ما تتفعل يجي لها محتوى معاد استخدامه، بعد ما اتقبلت وتفعلت وتفعل عليها الربح وبدأت تنزل لها ارباح، ان القناة يقف عليها الربح ويجي لها محتوى معاد استخدامه وتنزل ساعات المشاهدة للصفر تاني. المشكلة دي بشعة وبتضيع تعب المنشئ المحتوى او صانع المحتوى، بانه ممكن بفيديو اخده من اي مكان يروح ينزله على قناته، وبكده هو ضيع القناة بفيديو. فيديو هينزل في دقيقتين خلاص ضيع القناة، او بمعنى اوضح هيبتدي من نقطة الصفر تاني، هيدخل مراجعة تاني ويتقبل يترفض. يمكن النهاردة في بث مباشر في قناة شمس النهار كانت مستضفاني عندها، وكان في سؤال في الحتة دي، لان في قنوات كتير جدا حصل معاها المشكلة دي، وكنا بنتكلم في الحتة دي. في قنوات عندها دخلت مراجعة واتقبلت، وفي قنوات لسه ان شاء الله هتدخل مراجعة قريب وهتشتغل تاني واحسن من الاول كمان. دلوقتي يوتيوب محتاج محتوى، عشان تنجح لازم يكون عندك محتوى، مش تاخد فيديو وتنزله وخلاص. تاني مشكلة بيقع فيها منشئ المحتوى، ان هو يسيب القناة اكتر من 6 شهور ما يشتغلش. بيقع في نفس المشكلة دي، ان هو بينزل تاني للصفر في ساعات المشاهدة، ويبتدي يجمع ساعات المشاهدة من الاول ويدخل مراجعة من الاول وهكذا. تمام. نحاول ان احنا نتفادى الحتتين دول، نحاول ان احنا نشتغل ونستمر. دايما الحتة اللي ميادة بتتكلم فيها دايما 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 في فيديوهات النصايح، الاستمرارية هي اللي هتوصلك، والاستمرارية هي اللي تخليك تشتغل. تاني حاجة المحتوى، دايما بقول يكون عندك محتوى، ما تقلدش حد، ملكش دعوة بحد اصلا، ما تتكلمش عن حد، اشتغل وامشي في طريقك وان شاء الله ربنا يوفقك. ربنا يوفقكم جميعا، ودايما خلوا عندكم ثقة في ربنا وثقة في نفسكم وانتوا بتعملوا المحتوى بتاعكم. ما تبصوش لأي حاجة تانية، وما تقلقوش من أي حاجة، وما تخافوش، اللي ربنا دايما كاتبه لنا هيحصل، واللي بيجتهد بيلاقي، حرفيا اللي بيجتهد والله بيلاقي. أنا بقالي 3 سنين ونص بشتغل في المجال ده، السوشيال ميديا بشكل عام، مش بس في قناة اليوتيوب، بعمل شغل تاني على الميديا، وكمان وصلت لمرحلة ان انا كمان بدرس سوشيال ميديا الايام دي، وان شاء الله يعني انا مش ببعد عنكم لأي سبب، انا ببعد عنكم علشان انا فعلا بدرس الايام دي، علشان ابقى عارفة انا بتعامل معكم ازاي، وابقى عارفة انا بشتغل في ايه. يا رب اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي، واي سؤال يخص السوشيال ميديا او برامج المونتاج طبعا ما تترددوش تسألوني، وانا بجاوبكم بكل امانة. واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.